بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على الخليج. في المنامة انطلقت أولى خطوات صفقة ترامب لتسوية الملف الإسرائيلي الفلسطيني أو لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين، كما يقول منتقدو هذه الورشة الاقتصادية والتي دعت إليها الولايات المتحدة. اختيار البحرين فاجأ الكثيرين لعدم قيام المنامة بأي دور تاريخي في إطار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أو الصراع العربي الإسرائيلي. رجح البعض أن العلاقة التاريخية بين البحرين وبين كل من بريطانيا والولايات المتحدة هي التي دفعت واشنطن اختيار المنامة، بينما رأى البعض الآخر أن اختيار البحرين جاء لاعتبارها امتدادا وواجهة للسعودية ولسياساتها الخارجية، وأن استضافة المؤتمر الاقتصادي في البحرين يعني بشكل غير مباشر استضافة ورعاية سعودية لهذا المؤتمر الذي قطعه صاحب الشأن الرئيس ألا وهو الفلسطيني. صفقة القرن تتجلى بتأني وبترقب الناظرين والناطرين لأهم بنودها التي شغلت منطقة الشرق الأوسط أو حتى العالم بأسره. صفقة عرابها السهر جاريد كوشنر ورعيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي أكبر صفقات هذا القرن. اختار لها البيت الأبيض أصغر دولة في منطقة الخليج العربي لفض سريتها وإعلان بنودها الاقتصادية. فها هي دولة البحرين ستشهد على أهم الصفقات في تاريخ الأمة العربية. البحرين التي كانت تحت الحماية البريطانية في نهاية القرن التاسع عشر ما زالت تحظى باهتمام الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من تدهور اقتصادها ووصول دينها العام إلى ما يقارب 97%، إلى أن السعودية تساندها اقتصاديا وسياسيا، وجسر الملك فهد يشهد على توافد السياح السعوديين إلى العاصمة المنامة. فقد صنفت البحرين المكان الأكثر جاذبية للسياح السعوديين في عام 2016. فها هو الحضن البحريني يأخذ الورشة الاقتصادية لصفقة القرن تحت عنوان الرخاء من أجل السلام، وفي غموض إن كانت الصفقة تستند كليا على الناحية الاقتصادية أم هناك جوانب أخرى، إذ يعتقد البعض أنها صفقة استثمارية من رجل اقتصادي داعم للدولة الإسرائيلية يشجع الاستثمار فيها. اختار لها البحرين أفكار الدول الخليجية اقتصاديا لتكون الواجهة غير المباشرة للسعودية والإمارات. فقد تغيرت البوصلة الأمريكية بين عهد الرئيس أوباما الذي وجد في مصر المكان لرؤية شرق أوسط جديد. أما اليوم فالرئيس ترامب يرى في الخليج العربي المكان الأنسب لإطلاق أولى خطوات صفقة القرن ليزفها إلى الشعب الفلسطيني. فلماذا اختار البحرين بالتحديد مستثني باقي الدول الخليجية؟ ولماذا غير وجهة شراعه عن مصر كأكبر دولة عربية؟ والآن نرحب بضيوفنا هنا معي في الاستوديو دكتور إيدي كوهن المحلل السياسي وباحث في مركز بيجن. سادات مرحبا بك. ومن واشنطن ارحب بالكاتب والمحلل السياسي الاستاذ ماك شرقاوي. مرحبا بك استاذ ماك. ومن البحرين ارحب بالكاتب والمحلل السياسي الاستاذ عبد العزيز القناعي. مرحبا بك استاذ عبد العزيز. وسابدا معك، يعني لماذا البحرين بالذات؟ نعم، أهلا وسهلا رنين وشكرا على الاستضافة، وحيك وحيي أيضا متابعينك وأيضا ضيوفك. أنا أعتقد البحرين تمثل العمق الأخوي أنا أقدر أسميه بين منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، بما أنها دولة لا تملك يعني نوعا ما نسبة كبيرة من قرارات، لأنها دولة صغيرة يعني مساحة ودولة أيضا اقتصاديا ضعيفة وتابعة للمملكة العربية السعودية، وأيضا يتم التبرع لها من الكويت ومن بقية دول الخليج العربي. وبالتالي أيضا هناك نقطة أخرى، أن المملكة البحرين هي منطقة سياحية في المقام الأول لدول الخليج وأيضا للخارج، يعني كثير من السواح يأتون إليها، هي محطة الترانزيت، هنا في فيها بعض الأمان والتآخي والمحبة وأيضا بعض الانفتاح على الشعوب الأخرى. أعتقد سهولة الوصول إلى البحرين وقربها من مصدر القرار السعودي، الضغط السعودي عليها يجعلها أنها تأخذ قرارها
بتبعية أكثر من الآخرين. طب أستاذ الشرقاوي، هل تعتقد أنه تم اختيار البحرين من قبل الولايات المتحدة؟ أن هذا الاختيار جاء لأنها فقط الواجهة يعني لسياسة السعودية الخارجية؟ أعتقد أن اختيار البحرين يعني لإقامة هذا المؤتمر فيها هي بالتأكيد العلاقات التي تجمع البحرين ب إسرائيل على مدار يعني سنوات عديدة، يمكن عقود من الزمن. هي بالتأكيد كانت يعني علاقات سرية، كشفت عنها بعض التقارير الإعلامية. قناة 13 الإسرائيلية كان هناك تقرير عن هذه العلاقات، وأعتقد أن البحرين قد أعلنت أنها يعني تخرج عن الجمع العربي أو العقل الجمع العربي في التطبيع مع دولة إسرائيل، ولم تنتظر حتى تطبيق يعني مبادرة السلام التي تقدم بها العرب في 2002 في قمة بيروت. وأعتقد أن هناك خطوات يعني في العلن وفي السر ما بين البحرين وبين دولة إسرائيل، فأعتقد أنها أيضا واجهة إلى الإمارات والمملكة العربية السعودية، فيمكن أن يخرج عن الضغوط الشعبية في المملكة أو في دولة الإمارات، فكان الاختيار إلى البحرين. دكتور إيدي، كيف تنظر إسرائيل؟ يعني تحدث أيضا شرقاوي على مسألة يعني التطبيع مع إسرائيل. إسرائيل كيف تنظر يعني إلى البحرين، ولا سيما أن هنالك أنباء تتحدث عن زيارة قريبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟ نعم، البحرين يعني دولة منفتحة. العام الماضي كان في وفد ديني بحريني هنا في إسرائيل، وكان في عدة مرات وفود إسرائيلية في البحرين. هناك علاقات يعني مش بس سرية، هناك علاقات علنية مع البحرين. كانت هناك جالية يهودية، وبعد في جالية يهودية بالبحرين. أما السبب الرئيسي هو كما قاله أعتقد الضيفين قالوها، هي سياسة المملكة العربية السعودية، هي الواجهة. وهذا هو اختبار التطبيع، يجب أن يكون تدريجيا. والبحرين هي يعني مثل مختبر، السعودية تريد أن ترى كيف سوف تتم الأمور، خاصة بأن أول دولة خليجية يعني تمهيد، يعني تمهيد صحيح. ويعني ما كان في يحطوها بدولة تانية، كان لازم تكون دولة من الخليج، لأن الخليج صفقة القرن أول بلد غير مكتوب فيها هو تطبيع إسرائيلي خليجي وخروجه من السر إلى العلن. طب أستاذ قناعي، يعني ما هو مدى اهتمام الشارع في البحرين وفي الخليج بهذه الورشة؟ نعم، جئت إلى البحرين من أمس. يعني صراحة وبكل صراحة أنا أشيد بشعب البحرين. حتى الآن في الأسواق، أذهب في المؤتمر التسجيل وغيره وفي المراكز الإعلامية، لم أجد هناك أي غضب أو عدم رغبة بتواجد المؤتمرين هنا. بالعكس، يعتبرونهم ضيوف وعندهم قضية يريدون أن يضعوا حلها. هؤلاء البحرينيين نفسهم يعني هم من أتكلم معهم وأتحدث معهم. لم أستمع إلى أي بحريني حتى الآن غضبان أو زعلان أو حتى يشتم ويسب، يعني كما هو معروف من الموضوع، من صفقة القرن أو من تواجد بعض الصحفيين الإسرائيليين وغيرهم. بالعكس، هم يرحبون، هم يريدون إنهاء هذه القضية، رغم بعض تواجد الأصوات النشاز الموجودة من بعض الجمعيات الأهلية وغيرها المؤدلجة سياسيا ودينيا وطائفيا، هي صوتها العالي التي ترتفع بالتنديد وغيرها. لكن الشعب العادي أثناء تجوالي في الأسواق وركوبي في التكاسي وغيرهم، لم أجد إلا المحبة وكل مودة لمن يأتي، خصوصا أن هذه القضية يريدون أن ينتهون منها وأن يضعون حد لهذا الصراع الطويل ما بين إسرائيل وما بين الفلسطينيين، وأيضا ما بين تبيان مصداقية أمريكا ترامب. هل هو جاد في إنهاء هذا الصراع أم هو مجرد قصة جديدة من أجل أخذ الأموال من دول الخليج وغيرها؟ نعم، يعني نحن ذكرنا وأنت ذكرت أصلا أيضا دكتور إيدي أن يعني البحرين أو المؤتمر في البحرين هو تمهيد ربما للتطبيع
الكامل أو الأكثر علني مع السعودية. ورغم ذلك أستاذ شرقاوي، هناك من يقول أن اختيار البحرين على العكس يعني يدل على السقف توقعات المنخفض عند طاقم ترامب والإدارة الأمريكية من هذه الورشة ومن مبادرة ترامب وصفقة القرن، وأنه هذا المؤتمر في البحرين يسهل على بعض الدول من مقاطعة الورشة. والله الأمر المضحك، هذه الورشة ليعلن من خلالها صفقة القرن، والتي يعني أقول عنها دائما ليست صفقة، فهي صفعة أو تصفية للقضية، لأن كلمة صفقة تعني أن يكون هناك مصلحة للطرفين، فهنا المصلحة الوحيدة هي لدولة إسرائيل، ولا توجد أي مصالح للفلسطينيين في هذه الصفقة غير بعض الفتات الذي سوف يلقى إليهم كمصالح اقتصادية ومشروعات تنموية ويعني الجزرة التي تسبق عصا غليظة كبيرة. فأعتقد أن يعني إذا لم يتم تمثيل الجانب الفلسطيني الرسمي السياسي في هذه الورشة فأعتقد أنه سخف، وأيضا لم تمثل الجانب السياسي الإسرائيلي، فلم يوجه البيت الأبيض الدعوة إلى الحكومة الإسرائيلية، وكان مقرر أن يحضر وزير الطاقة الإسرائيلي إلى الورشة، ولكن عزفت إسرائيل عن الحضور والتمثيل السياسي. التمثيل سوف يكون من خلال رجال أعمال إسرائيليين ورجال أعمال فلسطينيين مجهلين لا أحد يعلم عنهم شيئا، ورجال أعمال من الخليج. أعتقد أنها سوف تكون ورشة أعمال وورشة اصطياد لفرص استثمارية أو إلى توقيع عقود كانت توقع سابقا في الخفاء، الآن سوف توقع في العلن. فأعتقد أن الأمر جدا سخيف، وهذه الصفقة ولدت ميتة إذا كان جيزة لنا أن نقول عليها صفقة، وهذه الورشة أعتقد أنها لن تنجح ولن تؤتي بجديد. أعتقد أن دول كثيرة عزفت عن الحضور، وأنا أحترم بالتأكيد الدور المصري في الحضور، لأن وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري قال أن احنا عايزين نشوف ماذا سوف يتم تقديمه ويتم دراسته ونبني على ذلك رأي لجمهورية مصر العربية في هذا الأمر. أعتقد أن الأمر كله نكتة سخيفة. دكتور إيدي أردت التعقيب. نعم، أول شيء أنا أستغرب من كلام ضيفك من واشنطن. السلام هي مصلحة للطرفين، مش بس للطرف الإسرائيلي أم الفلسطيني. هذه الورشة خصيصا لمساعدة الفلسطينيين. طب هن يتباكون كل يوم معنا فلوس، هن بيشحدوا من كل الدول العربية. كيف ستساعد الفلسطيني إذا لم يحضر أصلا هذه الورشة؟ يعني الفلسطيني غير حاضر. السؤال لماذا لم يحضر؟ هناك 50 مليار دولار، هناك خطة لتوطين الفلسطينيين، بيتصوروا لك كل يوم مع المفتاح نكبة نكبة ما عندهم بيت. في فرصة لتوطينهم بشتى الدول العربية، توطينهم بيعطوهم الجنسية لكل دولة اللي ساكنين فيها، هم لا يريدون ذلك. بعدين في خطة ربط غزة للضفة، طب هذول للفلسطينيين مش لألنا، هذا مصلحة فلسطينية بامتياز، هم هذا تعنت فلسطيني. دعنا نتحدث يعني أكثر حول المؤتمر. أريد أن أسألك إيدي، يعني اختيار البحرين برأيك جاء ربما لعدم إحراج السعودية يعني عبر مطالباتها باستضافة وفد إسرائيلي، والبحرين هي البديل. أنا أعتقد أنه ما في يعني يا ما بحرين يا الإمارات، ما في خيار ثالث. السعودية مش معقول، الكويت لا تريد، الكويت حتى لم يتم يعني إرسال دعوة للكويتيين، ما في دولة تانية. سلطنة عمان شوي بعيدة وقريبة للإيرانيين، يعني ما في إلا الإمارات والبحرين. أنا لا أعتقد يعني في سبب مهم، السبب المهم أنه هي واجهة لا يعني لسياسة. نحن نتحدث هذا مؤتمر أو قمة اقتصادية، البحرين أستاذ قناعي تعتبر يعني الأضعف، يعني أضعف حلقات الاقتصاد الخليجي. هل تنتظر الملامة ربما أن تكافئ سياسيا واقتصاديا من كل من الولايات المتحدة والسعودية لاستضافتها هذا المؤتمر؟ نعم، أنا أعتقد أن البحرين سيكون لها دور، يعني خصوصا البحرين ضعيفة اقتصاديا، فهي تطمح
إلى أن تكون ممر أو معبر لتنفيذ مثل هذه الصفقات للحصول على بعض المنافع الاقتصادية وغيرها، خصوصا إذا علمنا أن كثير من رجال الأعمال والمستثمرين من جميع الجوانب، ليس بالاقتصاد فقط لكن في التعليم، في الصحة، في التنمية وغيرهم، من جميع القطاعات الكاملة ورجال أعمال من مختلف جميع أنحاء العالم، ستقام هناك عدة ندوات وعدة محاور وعدة لقاءات على حدة وعدة لقاءات مشتركة، هذه كلها سمعنا عنها في المؤتمر هنا. فأعتقد أن البحرين تسعى إلى أن يكون لها دور في أنها حققت نجاح هذا المؤتمر بشكل كبير، وسعت إلى أن يكون يعني كل الأطراف رابحين في هذا المؤتمر، حتى أنها تكون قائدة نوعا ما في مثل هذه العمليات التي تقوم فيها من أجل جمع شمل العالم لأجل إنهاء هذه القضية. فأنا أعتقد البحرين تسعى أيضا، لها وجهة نظر في هذا الأمر، بأنها تكون طرف مستفيد من عملية السلام. طب أستاذ شرقاوي، ترامب عودنا يعني أن الولايات المتحدة ستطلب من الدول العربية تمويل المشاريع التي يحلم بها جاريد كوشنر، والتي يعتقد أنها بالفعل ستجلب السلام الاقتصادي إلى المنطقة. ما هو الدور الاقتصادي التي قد تلعبه الإدارة الأمريكية بالإضافة إلى تنظيمها هذه الورشة؟ بس لازم أرد على ضيفك في الاستديو السيد إيدي كوهين عندما يقول أن توطين الفلسطينيين والنكبة والمفتاح، هذا المفتاح الذي يرعبكم في إسرائيل، هذا المفتاح هو حق العودة، هذا المفتاح هو رجوع الفلسطيني إلى داره الذي أنت طردته منها، فهو لاجئ في هذه الدولة، لاجئ في هذه الدولة وليس مستوطن. أنتم من تستوطنوا المستوطنات في الأراضي المحتلة، وفي يعني في ضرب إلى القوانين الدولية وكل الشرائع الدولية والقرارات الأممية، فهذا المفتاح هو من يرعب إسرائيل. طيب أستاذ شرقاوي وكذلك دكتور إيدي، نحن حول أيضا الملف الفلسطيني والطرف الفلسطيني سنتابع إلى العمق بالطبع خلال نشراتنا وتغطياتنا الخاصة حول هذا المؤتمر، لنتحدث عن ترامب، عن الولايات المتحدة، عن فريق جاريد كوشنر الذي يعتقد أنها ستجلب الآن السلام الاقتصادي إلى المنطقة. ما هو الدور الاقتصادي برأيك الذي قد تلعبه الإدارة الأمريكية الآن يعني بعد هذه الورشة؟ هو ليس الدور اقتصادي، هو دور سمسار أو مقاول يريد أن يمول هذه الصفقة من وجهة نظره الاقتصادية. 60 مليار دولار تدفع الولايات المتحدة الأمريكية 10% و90% من دول الخليج، بالتأكيد دول الخليج سوف تنصاع لإرادة الرئيس دونالد ترامب وسوف تمول إذا كانت هناك فرصة للنجاح أو إلى أن يولد هذا اللقيط المسمى بورشة البحرين. فأعتقد أنها يعني دوره بالتأكيد هذا لن ينهي السلام. حتى تصريح جاريد كوشنر أما قال لتلفزيون رويتر، قال إحنا هنعمل صفقة القرن، يوافقوا عليها الأول وبعدين نتناقش مين هيبقى إيه ومين هيعمل إيه. فأعتقد أن هذا سخف، يعني كيف توافق على شيء أنت لا تعلم، كيف توقع على بياض على شيء لا تعلم ولا تعلم ما هي يعني معطياته وما هي ماذا تستفيد منه الشعب الفلسطيني وما تستفيد منه القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية لا يمكن أن تكون بمعزل عن الاستفادة الاقتصادية. الإعلانات التي أطرحها الجانب الأمريكي من وزارة الخارجية الأمريكية إعلانات براقة، خلال 10 سنوات سوف يتم تضاعف الدخل القومي الفلسطيني، سوف يتم زيادة عدد مليون فرصة عمل، تقل نسبة البطالة، رخاء ورغد، كل هذا جميل، ولكن أين المعيار الأساسي لحل القضية؟ الأرض مقابل السلام. فأعتقد أن لا يمكن أن نتكلم في الاقتصاد في معزل عن السياسة. دكتور إيدي، طيب هذه المعادلة الضيف من الولايات المتحدة، الأرض مقابل السلام، يعني هذه معادلة نحن شفنا بالأرض الواقع تسيء لإسرائيل، شفنا بغزة عطرناهم غزة وشوفوا شو عملوا فينا. هذه المعادلة لم تنجح، كل رئيس حكومة لن يتنازل عن شبر
من أرض إسرائيل. لقد فشل الفلسطينيون، لقد فرجونا أنه هن غير كافيين لكي يعملوا سلام ويأمنوا أرضهم. أما بالنسبة هذه هي فرصة كبيرة الفلسطينيون عم يخسروها. هناك الملايين، مش بس الأموال، شوفي الدول العربية كلها أجد، حتى المغرب سمعت أنا أنه هلأ أجد المملكة المغربية ستشارك، ومصر والأردن وحتى لبنان. يعني شوفي لبنان، لبنان حيشارك، والفلسطينيين العريس ما العروس ما بتشارك. هذا يثبت شغلة واحدة رنين، أنه الفلسطينيين معنيون بمواصلة التجارة بقضيتهم. إذا صار عندهم دولة كيف بدهم يشحدوا، كيف بدهم يشتغلوا؟ هن ما بدهم دولة، هم لا يريدون دولة، يريدون مواصلة المتاجرة بهذه القضية المزعومة التي الآن كل الدول الخليجية وكل الحكام العرب قالوها، يعني قالوها نحن مش من أولويتنا. اليوم أثبت لحظة، اليوم أكثر من أي وقت مضى نرى بأن الحكام العرب غير معنيين بهذه القضية الفلسطينية، والمؤتمر مؤتمر بحرين خير دليل على ذلك. دكتور أيدي، هل 50 مليار دولار التي أعلن عنها كفيلة بأن تحقق حلم إسرائيل بالسلام الاقتصادي؟ هذا لازم نكون أول شيء حلم الفلسطينيين. نحن الحمد لله حالتنا المادية جيدة جدا. الفلسطينيين هنا يتباكون، صار لهم 70 سنة بيأخذوا من وكالة الغوث، بيشحدوا من وكالة الغوث الغز والسكر واللحمة. صار لهم 70 سنة بيقولوا ما عنا بيوت، ما عنا شغل، احتلال احتلال احتلال. هذه 60 مليار دولار، أعتقد أكثر من 50، جاءت لكي تعطي الفلسطينيين يعني رغبة في عيش ولعيش محترم وجنسية كمان جنسية. هلا ضيفك من بالولايات المتحدة عنده جرين كارد، يمكن عنده جنسية أمريكية، مش مفارقة معه. الفلسطيني بالدول العربية بلبنان ما عنده إقامة، وممنوع يشتغل وممنوع يستأجر بيت. يعني هؤلاء اللاجئون المسكين المساكين هم يعني مظلومين. دكتور، يعني أردت أن أنتقل إلى القناعي، لكن أنا مضطر أن أعطيك حق الرد أستاذ شرقاوي باقتضاب لو سمحت. عفوا، يعني الواضح أن الأستاذ إيدي كوهين عنده إنترنت غريبة غير بتاعتنا. يعني الفلسطيني ما بيستأجرش بيت ولا بيشتغل في الدول العربية التي هو لاجئ فيها، أعتقد أنه معلوماته مغلوطة. فيمكن في بعض الدول العربية الفلسطيني الدرجة الثانية. يعني في المملكة العربية السعودية الفلسطيني المواطن رقم 2. فأعتقد أن يعني الأمور عندما تقول أن يعني الأرض ليست مقابل السلام، وتستبيح لنفسك أن تستوطن الأراضي المحتلة خارقا للقانون الدولي، تسمح لنفسك بأن تفرض السيادة، تفرض نفسك بأن تفرض السيادة على الجولان. سيسمح ترامب لنفسه أن تتحول بفعل هذه الورشة إلى فشل أو حتى مهزلة مع بدء الحراك الانتخابي، الحراك الانتخابي الرئاسي في الولايات المتحدة؟ هو لا يملك السيطرة عليها الآن، حتى أنه أعلن أنه لن يعلن عن الشق السياسي الآن إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية أو إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية 2020. فنحن نتكلم عن جزرة ولا نتكلم عن العصا. فأعتقد أن لا يمكن الموافقة على شيء مرتبط بشيء آخر قبل أن تعرفي ما هي هذه الصفقة. وأعتقد أنا أراهن وكرهنت الكثير من المثقفين أن الرئيس دونالد ترامب إلى الآن لم يضع الخطوط العريضة لهذه الصفقة. لأن الرئيس دونالد ترامب بيلعب دور الشطرنج زي اللي بيلعب على دور الخصم، ما عندوش خطة، لا توجد هناك خطة. ثم نأتي إلى مبدأ بسيط. أستاذ جارد كوشنر، مهندس هذه الصفقة، هذا الرجل فشل في إدارة يعني مبنى رقم 666 الأفنيو 5 بمنهاتن، فشل في إدارة صفقة تجارية ب 1.8 مليار دولار. هل سينجح في صفقة أن تضع السلام في منطقة الشرق الأوسط؟ قبل أن يداهمنا الوقت، أريد أن أتوجه إليك أستاذ القناع. يعني أنت من الكويت، تحدثنا من البحرين، لكن أنت من الكويت، كيف تلقى البحرينيون قرار عدم مشاركة الكويت في ورشة البحرين الاقتصادية؟
نعم، هم يرون أن الكويت يعني ما زالت تمثل الدور أو الجدار الأخير للمقاومة، وأنهم مع الشعب الفلسطيني، ولكن هي هذه أنا أعتقد أنها كلها مزايدات سياسية وشعارات يستفيد منها التجار الطائفية والدين. يعني هي شعارات قديمة قومية، يعني عفى عليها الدهر وشرب، لم تعد هناك أي مجال لأنك أنت تغض الطرف عن الطرف المنتصر، وأيضا أنك لا ترى كيفية صنع السلام. يعني أنا ردا على يعني الجدال، يعني الحوار الدكتور إيدي وضيفك من واشنطن، أنا أعتقد هناك فرصة ضئيلة أن الاقتصاد قد يحقق ما عجز عنه السياسة، ما عجزت عنه السلاح والمواجهة العسكرية. نعم. فلنجرب. لماذا أنا لا أعلم لماذا العرب يخشون من التجربة، يخشون من مواجهة إسرائيل. بهذه الكلمات ومع هذا السؤال سأشكركم دكتور إيدي كوهن، محلل سياسي وباحث في مركز بيكن سادات. شكرا لك. الشكر كذلك لك أستاذ ماك شرقاوي من واشنطن، الكاتب والمحلل السياسي، والكاتب والمحلل السياسي من البحرين الأستاذ عبد العزيز القناعي. جزيل الشكر لك. أعزائي المشاهدين، بهذا نصل لختام حلقة أخرى من برنامج عين على الخليج. إلى اللقاء.